لا تدع الرسم هذا يخدعك، انتبه تنغر بأن للأطفال، ترى من الحين هو عمل للكبار فقط، الرسم راح يخدعك. طيب عمل قصته أحداثه عمقه اللي قاعد يصير فيه غير مناسب للأطفال، لأن عمل فعلا شريحة كبار. بس دقيقة، في شيء خطأ، احنا الحين مو بسبيس إلا احنا بسبيستون، ولكن يعني العمل هذا راح يعرض الحين في سبيستون جو، وهو أيضا للكبار. نعم، إذا الصورة اللي الناس تقول إن الأعمال في سبيستون فقط للأطفال، أعمال يعني للأطفال، خطأ. مظبوط. طبعا هذه مش أول مرة، في حلقة ثانية راح نتكلم عن أعمال ثانية سوت سبيستون للكبار. اليوم راح نتكلم عن Made in Abyss. خلونا نبدأ. Made in Abyss أو صنع في الهاوية عمل رهيب جدا جدا جدا، إذا أنت ما تابعتها جاتك الفرصة الآن. تطبيق سبيستون جو عمل له دبلجة احترافية رهيبة جدا جدا جدا، وحانت الفرصة أنك تشوفه يا صديقي. سابقا كانت الدبلجة تستخدم لتحوير مساوئ القصة ولجعله مناسب لشريحة العائلة أو الأطفال اللي راح يعرض الأنمي في وقتها، لكن الحين في سبيستون جو مجال الوقت ومجال العمر مفتوح، لكن لن نتخلى عن الترجمة الرهيبة والدبلجة الرائعة اللي يسوونها سبيستون في الأنميات. لذلك راح نشاهد عمل بكامل مقوماته بقصته الحقيقية بالأصوات الرائعة اللي احنا معتادينها من سبيستون جو. الحين ميد ان ابيس، ليش لازم تشوف ميد ان ابيس؟ راح نعطيكم تقييم AI شو لميد ان ابيس. انا صراحة تابعت العمل هذا قبل فترة وعجبت فيه ونصحت فيه كثير وتكلمت عنه كثير، ومن وجهة نظري العمل يستاهم تقييم كلي توتال 9/10. عمل مميز جدا جدا من حيث الرسوم، من حيث القصة، الدراما، الحبكة، الساوند تراك، الموسيقى اللي فيه شيء يفوق الوصف، شيء يستحق المتابعة بكل ما تعني الكلمة. زي ما انتم قاعدين تشوفون قدامكم الحين الرسوم والتحريك عالم آخر، الشكل الغريب في رسم الشخصيات بهذا الشكل عالم آخر، لكن المميز في هذا العمل انه في عام 2019 أخذ في توزيع جوائز الأنمي المركز الأول، مع انه لم ينتج منه إلا 13 حلقة، وكان المنافس له أنمي بوكو نو هيرو أكاديميا في الموسم الثاني، يعني أنمي من موسمين ينافس أنمي فقط 13 حلقة، وكانت المنافسة بينهم نامية، لكن تفوق ب 13 حلقة فقط أنمي ميد ان أبيس. هذا إذا دل يدلك على مدى جودة العمل من جميع النواحي اللي ذكرتها قبل شوي، صدقوني لن تندم على متابعة هذا العمل. مجرد ذكر لبداية الحبكة والبلوت حق القصة بدون أن أحرق عليك القصة، هو في الأساس عبارة عن عالم خيالي من وحي الكاتب، فيه هاوية حفرة عميقة جدا جدا ما يعرف أين يصل قاعها أصلا، وفيه مغامرين أو نقدر نسميهم منقبين يبحثون عن الآثار والأشياء المفيدة اللي يطلعونها من هذه الهاوية وينزلون مستويات ليفلات. فما بيحرق عليك صراحة، العمل قد يبدو لك في الرسم انه طفولي وانه شخصية طفولية، ولكن فعلا العمل مرة مرة كبير وعالم واسع، وانا متأكد انه في طبعا نزل له تكملة فيلم ونزل والموسم الثاني المفروض انه نزل، ولكن الجائحة كانت السبب في عدم صدور الجزء الثاني. العمل ايضا مميز بصوتيات رائعة، اخليكم مع مقطع بسيط لصوتيات هذا العمل. تميز بالصوتيات الرائعة هذه وأخذ جائزة 2019 لأفضل مكتبة صوتيات أخذها Made in Abyss. أيضا العمل زي ما قلنا من البداية أنه غير مناسب للأطفال، وسبيستون جو قالوا أنه ما حينزلونه بحقيقته، فمن الحين إذا أنت بتتابعه فهو غير مناسب للصغار، لأن قصتها شوي عميقة، الدراما فيه جميلة، في شوية عنف لا يغرك، ترى في شوية عنف، في دموية، في جرأة، في جرأة. العمل مرة مرة راح تبدأ بمقاطع كوميدية وضحك وأجواء غريبة عجيبة، بعدين راح تندمج وراح تجيك الإثارة، راح تجيك الحماس، راح تجيك الحزن، الكآبة شوي، الأمل، كل المشاعر راح تتصادم داخل هذا العمل بشكل بوتقة، يعني جميلة جدا جدا من المشاعر والأداء والقصة والحبكة، شيء شيء يفوق الوصف. أنا ما ودي
احرق البلوت حق القصة الرئيسية والجوهرية، بس صدقوني من شخص شايف العمل ومتابعة انصح فيه وبقوة. من شخص ما حيحرق عليكم، العمل هو عن فتاة تبحث عن والدتها. من هي والدتها؟ ما راح نبعد اكثر، وفي اطار كوميدي راح تشوفون عمله كانكم تشوفون وداع ماركو نفس الاطار العام، لكن في غموض وحبكه واثاره كانك تشوف مثلا بومس نيفولاند تاكون تايتن وما الى ذلك. انا قلتها من قبل ان العوامل الرئيسيه لنجاح اي عمل، واحد ان الجمهور يعطيه فرصه، وهذا دوري ودوركم الحين. العمل موجود على سبيس تونغو، لازم نعطيه فرصه. اثنين، الاضواء الاعلاميه، وهذا دور سبيس تونغو وسوتها، جابتها حطتها على برنامجها وتكلمت عنها ودبلجتها. يبقى الشيء الثالث اجتهاد الكاتب وحرص على قصته، وهذا اللي الحين لازم نتابع العمل ونشوف هل الكاتب يصلها. اذا تحققت الثلاث شروط هذه، تذكروا كلمتي، اذا تحققت الثلاث شروط هذه، فانا ارى ان العمل هذا مو بس بتنافس بوكو نيو اكاديمي، يعني هو في الجوائز اسقط بوكو نيو اكاديميا بمجموع موسمين. انا ارى انه ممكن ينافس أتاكون تايتن، ون بيس، فول ميتال الكيميست. هذا وجهة نظري أنا، عاطفتي أنا، لكن أنتوا قولوا لنا، بشوفوا العمل الحين في سبيس تونغو وقولوا لنا هل يستحق فعلا أم لا. وكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الجميلة والرائعة والقصيرة عن هذا العمل الرهيب. في الختام دائما نختم بقوله معاي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في سبيس تونغو ونشر هذا التطبيق وهذا العمل، ونشوفكم على خير.